نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. فيديو جديد بدا. اول حاجه راني لابسه تيشيرت ديال رفيق. هاد الحاجه مابقاش تحيد مني حتى فاش كنت في دارنا. كنت كنلبس لخويا تيشيرتات ديالو، كنمشي نتريني بهم، كنصبنهم، كنشفهم، كنردهم ليه في الطبقه ديالو بحال ما كاين حتى شي حاجه. وهذا الشيء اللي كندير مع رفيق. فاذا شفتوني قلت هذا الشيء بلا ما تكتبوا شي حاجه في لي كومونتير ولا صافي اكتبوا قولوا لي حتى حنا راه كنديروها. وبعدا قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا، بغيت غير نجاوبكم على الفيديو اللي سالكم تيقولوا لي هنا فين هو الصالون، فين هي هذه. راني حاولت نبارطاجي معكم يعني داكشي بالتفاصيل، حيت فين ما كنحط شي فيديو كتقول لي هنا الفيديو كيكون قصير، فحاولت نطول الفيديو وداكشي يكون بالتفاصيل. وانا ما كتبتش عليكم نهائيا بالعنوان، ما بغيتش ندير لكم فيديو طويل يعني بقى نخلي فيديو فيه 20 دقيقه ونزيدكم عاوتاني 20 دقيقه اخرى كنفرشوا داكشي. فهداك خليته يعني قسمته على جوج، قلت باش يجي داكشي نصب النص وما تملوش. وسمحوا لي بزاف انا ما كتبتش عليكم نهائيا في العنوان. ودابا كما قلت لكم نرجعوا للموضوع. الحاجه قبل ملي كنكون مريضه، شوفوا واحد الحبوبه غتبان لكم، كنبغي نمشي للاصال. فدابا غنهز حوايجي وغنمشي للاصال، حيت الا بقيت ناعسه غنمرض. ويلا معايا الترينو غنديروا واحد الحصه غنخدموا فول بادي. الى عجبكم بحال هاد الفيديوهات ديال هكا بقاو نبارطاجوا معكم التمارين ديال لاصال، فخليوا لي الكومونتير ديالكم. فهاد القناه كما كتعرفوا من واحد البيستير بحال القبر فيها شبر، ما فيهاش حاجه. شو واحد الحبوب نايضه ليا هنا كما كتشوفوا، وانا باغا نبقى نحرك العضله نفكسكا، بقى نحرك العضله نفكسها. شوفوا الكلام ديالي شنو كنا كنقولوا ما نعرفش كنقولوا بان لا قلنا زعما قلنا زعما كنا كنقولوا نجيو في نفس الوقت، كلشي عنده نفس الفكره. كلنا كنقولوا غنجيو دابا هاد الوقيته نلقاو خاوي كنلقاو بوم، كلشي عنده نفس الفكره، كلشي دابا حنايا كنديرو ما انا فاتي على الموطور. كارديو دون ما انا درت كارديو ودابا خدامه في ليبسيك، راه خدامه كون كونطريا ديال بصح ما يمكنش. وحق الله دابا كنحس براسي اليس، ما عرفتش قبيله كنت غنموت والله العظيم. وين انت ضروري ملي ديروا ملي ديروا كارديو ولا اللي شوفوا ولا ليبسيك ولا اي حاجه ضروري ما ديروا اللي شوفوا. انا تلاقيت رفيق ما ترينيش نفس الصال، حيت ما كنترينيوش نفس البلاصه ياك. انا ما كنرتاحش هنايا، كنرتاح في لاصال ديالنا. انا كنرتاح في اي صال، المهم يكون قريب وصافي.